مرحبا مواليد برج الدلو، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي عن الاسبوع من الاثنين 28 اكتوبر للاحد 3 نوفمبر تشرين الثاني. كيف بده يكون هذا الاسبوع؟ كيف هي الاحوال الفلكيه بهالاسبوع؟ كيف نوعيه الوقت بهذا الاسبوع؟ اسبوع مهم جدا، لانه بمطلع الاسبوع الاثنين والثلاثه في عنا قمر جديد ببرج العقرب. بيكون عنا قمر جديد بيخلق القمر الجديد يوم الاثنين الساعة 6 إلى 3 الصبح بتوقيت بيروت الشتوي، يعني الساعة 4 إلى 3 توقيت العالمي. ليش مهم هالقمر الجديد؟ مرة بالسنة بيكون في عنا قمر جديد ببرج العقرب. بالنسبة لمواليد برج الدلو هي النقطة الأعلى عنده بالدائرة الفلكية، لأنه قمر جديد معناتها عم بيفتح بالنسبة لكم فرصة، فرصة عمل، فرصة للطل، يكون عندكم إطلالة اجتماعية مهمة، فرصة مهمة لحتى تبينوا تطلوا على محيطكم الدراسي الأكاديمي العائلي من بابه العريض. لكن ما بيخلق الأمر من بعض استرس متطلبات، كل هالأمور هاي يمكن تخلق عندكم شوية استرس، ضغوط مهنية، ضغوط اجتماعية، ضغوط عائلية، الأهل، الأولاد، بس بشكل عام الأهل، بالشغل، يمكن بحياتكم اجتماعية عندكم بدكم تحكوا، عندكم سبيتش، بدكم خطاب تحكوا، فبيخلق عندكم شوية توتر. لكن هي طلة، يعني أنتوا على منبر وعم تحكوا والناس عم تراقبكم. كتير أحيانا الإنسان اللي بيطلعوا ليحكوا بيكونوا متوترين، لكن هي فرصة كتير مهمة لهالإنسان اللي عم يحكي، فما تخافوا أو قلكن كونوا حاضرين، كونوا واثقين من حالكن، عملوا شغلكن قبل الوقت. بعض مواليد دلو يمكن عندهم اجتماع، ميتينج، انترفيو، عندكم فحص مدرسي، فحص جامعة، هذه فترة كتير مهمة، في توتر صحيح لكن ما نضطكن، بالعكس قد ترفع من شأنكم إذا أنتم حاضرين. وحاولوا أنكم ما تكونوا سلبيين في طريقة التعامل مع الناس، وإلا بترتد عليكم وبتنزعوا القصة كلها. بعض مواليد برج الدلو يمكن يوصلوا إلى مرحلة أعلى. الأربعاء والخميس القمر موجود ببرج القوس، دعم لكم، هنالك تفاعل معكم، تعاطف معكم، ومن خلال تعاطف الآخرين، من خلال تعاطفكم مع الآخرين بتقدروا توصلوا وبتقدروا تنجحوا. الأربعاء والخميس، وهيك بتقدروا تنهوا شهر أكتوبر بطريقة ناجحة جيدة، وصيتكم وسمعتكم تكون حلوة ومرتبة. ما معناتها إنه التنين والتلاتة منو منيح، يمكن مضطرين التنين والتلاتة تكونوا موجودين بموقع مهم. بجميع الأحوال بتقدروا تنهوا شهر أكتوبر بطريقة ممتازة. نوصل لشهر نوفمبر، الجمعة والسبت والأحد حتى الساعة 1:30 الظهر توقيت بيروت الشتوي، القمر ببرج الدلو، القمر عفوا ببرج الجدي يلي هو قبل برجكم برج الدلو. الشمس عم تشكل مربع معكم برج العقرب. بصراحة هدول اليومين ونص هن أصعب أيام هيدا الأسبوع، وهن بشكلوا لإلكن انطلاقة لشهر نوفمبر يلي هو شوي شهر شوي صعب. الانطلاقة فيهم صعبة وغير ديناميكية، خليني أقول، لأنه عطلة أسبوع فيكن ترتاحوا، فيكم تخففوا على حالكم الشغل وتأجلوا شغلكم المهم لوقت القمر بيكون ببرجكم، للأحد المساء أو للتنين أو للتلاتة، لأربعة نوفمبر أو خمسة نوفمبر. فانتبهوا، الجمعة السبت والأحد هن أضعف أيام الأسبوع، أقلها حظا، وأنا بعتبرها بكتابي حطته من أقل الأيام حظا، ف كونوا حذرين، هني أقل أيام حظاً بهذا الأسبوع وحتى بشهر نوفمبر تشرين الثاني. بدي أتمنى لكم طبعاً أسبوع كتير حلو، وهنالك حظوظ لكم ابتداء من الأحد بعد الظهر، خاصة لمواليد شهر كانون الثاني يناير، وأيضاً 4 و5 إشباط فبراير. إلى اللقاء مع الأبراج اليومية لتاخذوا المزيد من التفاصيل. ودعكم، باي باي.